عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. غنشارك معكم طريقة البسطيلة، ونتمنى الفيديو يعجبكم. عندنا كيلو ديال البصلة، الدجاجة فيها كيلو ونص ولا جوج، عندنا سميتها سكنجبير، القرفة، زعفران، خرقوم، الملح، الثومة، العطرية ديال الدجاج، شوية الإبزار، حبة الهيل، نويويرة، هادشي اللي غنحتاجو. كاس ديال الزيت بلدية رومية، زعفران شعرة، هادشي اللي غنشاركو معاكم ان شاء الله. البصله اللي بقات غنزيدوها من فوق، من فوق الدجاج. كنزيدو قزبر المعدنوس، كنزيدو عليه هاد الزعفران شعره، كنزيدو عليه هاد الكاس ديال الزيت مخلط بلديه وروميه. غندوزوها طيب ان شاء الله. قلنا على البيض، نديرو البيض وان شاء الله ندوزو التقديم. دابا غنزيد واحد خمسة من البيضات على حسب، خمسة يا ستة ثومة على حسب. هذيك البصله ديالنا زدنا البيض، دابا غنزيدو شي شويه القرفه، شي نص معلقه، سكر كلاصي زيدوها نص معلقه صافي. دابا ان شاء الله طيب وندوزو للتقديم.
طيبنا كلشي وسالينا وجدنا كلشي. دابا غندوز نخلط كاوكاو ولا اللوز داكشي اللي عندكم. شويه العسل وشويه ديال السكر، شي نص معلقه ديال الماء زهر. شويه قرفه وسكر كلاصي وشويه العسل وشويه الماء زهر. نقصوا شويه ديال المرقه من الدغميره، كنزيدوا واحد شويه هنايا باش كيجينا بنين باش ما كيبقاش ناشف. دابا نبداو نصايبو. ندير الثانيه. كنديروا جوج تنطوبلو هادشي. كنديروا جوج دورات مع الحاشيه وهاد واحد الاخرى كتجي هنايا الوسط، كنفرشوها بحال هكايا وكنبداو نعمرها الوسطيله ديالنا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو.
كملناها دابا ودهناها بالصفار البيض، دابا غندوزو نطيبوها. البسطيله ديالنا طابت، نشوفوها كيفاش جات. بالصحه والراحه، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو.